السلام عليكم. طب انا عايز احكي قصتي. المهم اتمنى الفيديو ده يوصل لاي حد بيدخن، اتمنى الفيديو ده ما يوصلش لابويا وامي، عشان ابويا وامي عشان انا بدخن اصلا. المهم انا كنت بدخن ل6 او 7 سنين، وحاولت بكل طرق انا ابطل تدخين، بقى ايكوس بقى جلو فيب مش عارف ايه، بطل وشايش وكل الكلام ده، فاشل يا فاشل 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 ذريع يعني. المهم لقيت مرة واحد صاحبي كان برضه مدخن، وهو لقيته إن هو بطل تدخين، فبقول له بطلت إزاي؟ قال لي سمعت كتاب، والكتاب ده خلاني بطل تدخين. فأنا طبعا زي الكلام ده يعني إيه العبثيات دي، كتاب إيه وبتاع. المهم قلت له إيه الكتاب ده؟ قال لي بس اسمعه عشان خسر مش عارف إيه وبتاع. المهم يعني ها 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 سمعت كتاب، الكتاب ده اسمه ذا إيزي واي تو كويت سموكينج باي ألين كور. الكتاب ده بيست سيلينج على بينجوين بقاله 15 سنة، والكتاب ده نسبة نجاحه مع الناس اللي جربوه أكتر من 90%. الكتاب ده ما ولا هيقعد يكلمك عن أضرار السجاير، ولا هي مؤذية قد إيه مش عارف إيه، الكلام ده كله إحنا عارفينه. الكلام ده الكتاب بيأدرس بسلاسة قوي أنت ليه مش محتاج السيجارة، وأنت ليه مش ماشي لازمة في حياتك، وإزاي ممكن تبطلها. عشان كتاب بتاع واحد كان مدخن لمدة 20 سنة، وهو شاف كل اللي إحنا مورينا بيه أز مدخن يعني. أنا سمعت الكتاب وخلصت الكتاب في أول السنة يوم 1/1، وأنا بقالي 2 3 أهو، والحمد لله ما خدتش ولا نفس سيجارة، وإن شاء الله ما أرجعش أخدها تاني يعني، ربنا يثبتني إن شاء الله. والكتاب مفيد جدا، وبجد بنصح أي حد أي حد بيدخن عايز يبطل إن هو يسمع كتاب. كتاب مفيد بشكل رهيب، مقنع جدا، وكتاب سحر. سحر فعلا، بيخليك تبطل بسهوله، وموضوع ايزي جدا، وما تبقاش عايز السيجاره اصلا، وتبقى قاعد مش طايق ريحه السجاير، ولا طايق ريحه اي حد بيدخن جنبك وكل الكلام ده. اتمنى انك تسمعوه، اتمنى يكون مفيد. اعرف في ناس كتير قوي بتكون داخله على رمضان بتقول انها الموضوع بقى اسهل، انها بطل سجاير ومش عارفين، في ناس بطل سجاير رمضان كله. ممكن تسمع كتاب قبل رمضان، ومع بدايه رمضان تكون خلصته، ما تشوف سيجاره تاني طول حياتك. ممكن الموضوع يبقى مفيد جدا بالنسبة لك، وتبقى أخيرا يعني خلصت من هم أنت بتحاول تخلص منه بقالك سنين. الكتاب موجود على الأودبل، الكتاب موجود أونلاين في أي حتة تقدر تشتريه. مش عايز تشتريه ومكسل، ابعت لي أنا الكتاب معايا، أوديو بوك مش كتاب فيزيكال يعني هارد كوبي. ممكن أبعته لك واسمعه، اتمنى يكون مفيد يعني، واتمنى موضوع يفيدكم وان تبطلوا العادة دي بس.